والله الحمد لله بنحمد ربنا الاول على 3 بونت. والله احنا الحمد لله ادينا جيم هايل جدا النهارده. الاولاد كانوا على مستوى المسؤوليه، كنا بنلعب تيم محترم جدا جدا، بيقدموا كوره كويسه من السنه اللي فاتت. تيم صعب، احنا اول مره نكسبه السنه دي الماتش دوت يعني، لكن الحمد لله بنحمد ربنا. كان جيم هايل جدا، جيم تكتيكي عالي جدا. ربنا كرمنا بجول في بدري جدا في اول الجيم. كنا مستنيين ان احنا نعوض، كنا ممكن او نضيف يعني على الجول اللي احنا جبناه، كنا ممكن نضيف تاني وتالت في البدايه خالص، لكن بعد كده الامور يعني السيطره سيبناها لفرقه كوكولا على اعتبار ان هم كانوا عندهم اندفاع هجومي عشان يعوضوا الجول اللي دخل فيهم، فلو كنا جريناهم في اللعب في التوقيت دوت كان ممكن ياخدوا مننا المبادره، لكن احنا سيبنا لهم الكوره في التوقيت ده وسيبنا لهم المساحات وبدانا نشتغل على الكونتر اتاك. كان جيم هايل من رجالتنا، وجيم محترم من فرقه محترمه في كوكولا، بيقدموا كوره كويسه جدا من السنه اللي فاتت. موقعهم في الجدول ما ينسبش قدراتهم وامكانياتهم خالص على مستوى الاداره وعلى مستوى العناصر الموجوده جوه الفرقه. صفحه وانطوت، بنبدا ان شاء الله باذنك رب من دلوقتي حالا لتحضير المباراه اللي جايه ان شاء الله. والله الحمد لله، ماتش طبعا صعب جدا جدا، من الماتشات اللي هي يعني فيها كلام كتير قوي كان ممكن يتقال، لكن هي اهم حاجه فيها ان هي كانت بتكسر الحاجز النفسي اللي كان موجود عندنا. احنا من بدايه الدور الثاني ما كسبناش ولا مباراه، 6 مباريات بنتعادل 5 وبنخسر مباراه، فبعد ما كان فرق 8 نقاط بقت نقطه واحده. لكن الحمد لله النهارده اعتقد ان الشد اللي كان موجود او الشد العصبي او الحاجز النفسي اللي كان موجود عند الولاد ان هم قلقانين وخايفين على الهدف اللي احنا جبناه يمكن تقريبا في اول دقيقتين او في اول 3 دقائق، ده اللي خلى المباراه اتصعبت وخدت مباراه مشدوده. فرقه كوكاكولا من الفرق المحترمه، فرقه بتضم عناصر جيده جدا جدا، عندها عناصر قويه جدا في الشق الهجومي والشق الدفاعي وفي نص الملعب. عندهم مدير فني شاب لسه، كابتن محمد عبد الله، يعني مدير فني واعد، وان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله. فالحمد لله ببارك للولاد وببارك لمجلس الاداره وببارك للجهاز الفني، لان احنا بالفعل تعبنا كتير الفتره اللي فاتت، ولكن احنا مجرد ان الحكم صفر وفرحنا ما كملناش دقيقتين، لمتهم في نص الملعب وقلت لهم احنا ما صعبناش. احنا النهارده الحمد لله ربنا اكرمنا بان احنا خدنا 3 بونت، ربنا اكرمنا كمان بزياده ان نتيجه المنافس لينا فريق الداخليه النهارده بيخسر من فريق السويس المحترم النهارده. بنبارك برضو للسويس كلها وشعب السويس ومنتخب السويس، وبنقول لهم الف مبروك برضو على مكسبكم الداخليه، واللقاء اللي جاي برضه هيبقى برضه بالنسبه لنا لقاء صعب جدا، لقاء اشقاء وكل حاجه، بس يعني عايز اقول لهم ان شاء الله باذن الله يبقى لقاء برضه فيه منافسه قويه وفي منافسه شريفه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم اللي بقى كويس فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحمد ربنا طبعا على النتيجه والاداء طبعا، يعني لو مش راضي طبعا على النتيجه، يعني هي الكوره كده بتيجي ساعات ما بقاش يومك انت، فعلي طول المباراه انت اون سايد جيم. الشوط الثاني يعني انت شايف، حتى الناس قاعده تتفرج من بره، انت وصلت اكتر من كره لو في النهارده يعني في نسبه حظ حتى لو 1% على الاقل هتتعادل، على الاقل هتتعادل. 3 4 كور مؤكدين النهارده جوان بتتشمل على الخط جوان. الحمد لله طبعا بشكر لعيبتي بالاخص على الشوط الثاني، ادوا اللي مطلوب منهم واللي فعلا اشتغلنا عليه الفتره اللي فاتت من ساعه ما جينا مسكنا تولينا مهمه تدريب كوكاكولا. فانا بشكرهم طبعا، كانوا على قد المسؤوليه الشوط الثاني بالاخص.